هذا سيدي واحد الراجل مزوج في السير. ايوا داك مرتو اللي مزوج بها في السير كانت حامله. قال لي اسمعي نقول لك، انا راه ما خصني مشاكل مع المراه الاولى، مي تبغيت ولدي ولقيتيني مع المراه الاولى فاش تولدي صيفطي لي غير ميساج وديري كتبي لي فيها مبرقن، وانا راني غنفهمك بان راك ولدتي. ايوا داكشي اللي كاين، اش بغات تولد مسكينه لقاتو مع المراه الاولى، يومين ولدت في الليل صيفطت له ميساج، قرا هو الميساج داك راجلها وهو يسخف الزهكومه الطبيب، بقى داك راجلها فيما كضربو الفيقه ويقرا الميساج كيولي يسخف عاوتاني. ايوا جا داك الطبيب قرا داك الميساج، هو يلقى فيه مكتوب اربعه همبرغر، جوج بالبيض وجوج بلا بيض. واحد العروبي غادي بالبيكوب ديالو وهز معاه الحواله ديال العيد، شدو بوليسي قال لي فين غادي بخوتك؟ قال لي غادي ندوزو الكونكور ديال البوليس. واحد عور وواحد عرج مشاو يسرقوا الرمان، المهم العور بقى تحت الشجره والعرج طلع للشجره كيجني فيها، الرمانه اللي انتفها يلوح لصاحبه فوق حجره. واحد الساعه العرج زلق وطاح من الشجره، جا في حجر العور، هو يقول له العور زيد غا وحده بحال هادي ونزل. هذا شي راجل دخل للدار ديالو، هو يلقى واحد الراجل خور مع مراته ويقول له اش كدير انت هنايا؟ قال له داك الراجل الاخر شاركتي معنا في الكاميرا الخفيه، هو يقول له والله الا حشوم عليك اصاحبي، هذه راه المره الخامسه وما عمركم ما دوزتونا في التلفازه. واحد المراه غمزت راجلها قالت ليه الجلالي اليوم راه السبت، هو يفهم راسه، اعطى لولدو 20 درهم وقال لي سير ولدي عند عمتك وبات معاه حتى الغدا في الصباح ورجع. واحد شويه ولدو رجع ومعاه 30 درهم اخرى، سولو باه قال ليه علاش رجعتي ومنين جاوك دوك الفلوس؟ هو يقول ليه الدري اعطاهم لي رجل عمتي وقال لي سير داركم وقول لباك علاش حنا ماشي بشر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ اليوم بالغلط وقعت وقعت تمي الشاورما مع زياده طحينيه. نعم. وكمان قطعة تفاح وتقريبا 3 لتر مي، فمش عارف هل اكمل صيامي ولا اطعمني الله وسقاني.